معاون الملك اخر هم مال الملك شي معاونه احنا غير حقوق الانسان حقوق الانسان الله يرحم والدي الجميع. باب السبت المحتل هكذا الحفلة ما تزال تستمر نضرب موعدا لكل مغاربة السبت الملتقي بهم هذا الليل تعين ضليا لكل الحاضرين هذا اليوم هنا بباب الحدود الوهمية السبت وكذلك كل مغاربة السبت يتقدم الأستاذ محمد علي حامد رئيس الاتحاد المسلمي السبت فين غادي بيا خويا فين غادي بيا فين غادي بيا خويا فين غادي بيا
مغربية خلقة مغربية والكرامة مغربية خلقة مغربية اليوم جمعية أسر وعائلة شهداء وأسرى الصحراء المغربية سبق للجمعية أن نظمت مسيرة تجاه قصر الملكي لمحمد السادس ملك المغرب. لماذا لا تتخذون خطوات مماثلة؟ كل الأشكال النضالية هي مفيدة، ليس بالضرورة أن نأخذ شكلا من الأشكال سبق لإخواننا في جمعية أخرى أن قاموا به. كل الأشكال مفيدة، وتحية نضال وصمود إلى إخواننا أبناء شهداء الصحراء المغربية الذين بالمناسبة نطلب من الدولة المغربية أن تهتم بهم وأن تلتفت إلى وضعيتهم من أجل الرفع منها والاهتمام بالأرامل والأيتام هؤلاء الشهداء. وهذه مناسبة كذلك نرفع هذا النداء إلى جلالة الملك من أجل الاهتمام بهؤلاء الشهداء وأبنائهم حتى يبقوا يعني رموزا للنضال الوطني العظيم. شهداء المغاربة والمناضلين الذين يدافعون عن حرية هذا الشعب ومقدساته ووحدته الترابية، ونحن في هذه اللحظة نناضل من أجل وحدتنا الترابية سبتة ومليلية والصحراء المغربية، والخزي والعار لكل من يسمح في شبر من أرضه أو من حق من حقوق هذا الشعب الكبير العظيم. الشباب لكي أدين السلوك البوليسي الإسباني والمتمسك بالاعتداء على مغاربة كانوا يحملون العلم الوطني، وعلى الدولة الإسبانية أن تستنكر هذا الفعل وتعتبره أنه هو عمل أشخاص وليس عمل دولة، وإلا سوف نتهمها بأنها دولة سجانية ودولة متعصبة بشكل أكثر من اللازم ودولة الإرهاب والتهريب، وهذا هو الحل الأسلم إلى تحرير هاتين المدينتين والثغور. ونقول مجددا سبتة ومليلية مغربيتين والصحراء المغربية كذلك، ونحيي وجود جمعية أبناء وشهداء الصحراء المغربية معنا في هذه الوقفة النضالية. إذن أكيد من يقولنا مغربية يقولها المؤمنين والمغاربة وحدهم يقولون أن السنة سنة ومليلية مغربية يقولونها رجال الإعلام في الصحافة الكونية، ولا يقولها أبدا وزراء المغرب حكومات المغرب رؤساء الأحزاب السياسية في المغرب. الخزي والعار لكل من يدعم الإسبان في استعمارهم لسبتة ومليلية، الخزي والعار لمن يقف ضد الصحراء المغربية. تحية نضالية عالية لكل رجال الإعلام حاضرين هذا اليوم، خاصة الأستاذ الكريم أسلام أندلسي وكل رفاق الحاضرين من ثمودة الغراء.